محزن المشاهد يا معزه. طبعا يعني دايما الناس بتكون الايام دي في حيره من امرها، شنو اللي بيحصل؟ يعني انت بتنوم بتصحي الصباح بتلقي الدولار زاد وبيزيد جنيهين جنيهين، يعني مش واحد واحد، لا يعني بدا تدريجيا لحد ما خلاص احنا وصلنا تقريبا على خلاص مشارف الأربعين، 48، على مشارف الخمسين خلاص كمان. يعني احنا احتمال لسه بعد نطلع من الاسود هو يكون يعني وصل لل50. وفي يعني في بعض الاراء الاقتصاديه من بعض الخبراء هم بيقولوا انه هو احتمال يصل 70 واحتمال يصل 80، لكن السؤال دائما بيطرح نفسه من يقف وراء هذه الزيادات المضطرده في الدولار، وشنو الحاصل في يعني في سوق الاوراق الماليه السودانيه، والجنيه تهاوى تماما واصبح بلا قيمه. زمان القصة بتاعت الدولار والحاجة اللي بتحصل في البلد لما العملة يعني تتهاوى بتكون حاجة غريبة في البلد. حاليا الناس بقت شنو، ما مستبعدة فكرة انه ممكن يصحوا الصباح يلقوا الدولار 70 80 90 والجنيه ماشي في زمان يا معزل، لما كان يقول لك زي ما ذكرنا في صورة الغلاف انه الجنيه ده كانت كلمة كبيرة، حتى في اغاني البنات كان بيقول لك دفعوا فيها 1000 جنيه مدبسة، يعني دي كانت يعدوها بيجوا نسوان، الحين لا يقعدوا يعدوا 1000 يعني جنيه كله حاليا اصبح 1000 في جنيه ولا الماضي. شيء. نعم ولا شيء فعلا، يعني ما اعرف الموضوع هو يحتاج اكيد الى معالجات، لكن احنا نتمنى انه فعلا تكون في حلول اقتصاديه تكون عاجله حتى تتم هذه المعالجات. احنا حنستمر اكيد في الحديث عن هذه المشكلات الاقتصاديه اللي بتواجه السودان والعديد من الاشياء، هنتابعها مع ضيفنا المتميز داخل الاستوديو الاستاذ جعفر حسن عثمان، امين الاعلام والناطق الرسمي باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصلي. ولكن مشاهدينا تابعونا بعد هذا الفاصل. من جديد اهلا لكل الناس اللي انضموا لمتابعتنا عبر ام درمان هذا المساء لهذا اليوم على امتداد بث شاشه قناه ام درمان الفضائيه، وكما عودناكم دائما العديد من الفقرات ومن صوره الغلاف مباشره الى ضيف هذه الحلقه الاستاذ جعفر حسن عثمان الامين الاعلام والناطق الرسمي باسم الحزب الاتحادي الاصل. مرحبا بك يا استاذ جعفر. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله باسم الوطن باسم الديمقراطيه. عام مليء بالتناقضات، يا رب كل سنة والسودان طيب وملموم وآمن وشبعان. نعم هي طبعا أستاذ جعفر خلينا نبدأها بالكلمة اللي أنت بديت بها الحديث، عام مليء بالتناقضات. بعد رفع العقوبات عن السودان الكل تفائل بأنه حال البلد حيتغير، لكن لما بدأت 2018 كانت في يعني ممكن تكون في كوارث حدثت وفي مفاجآت، يعني ولسه الناس هي على استعداد أنها تستقبل مفاجآت أكثر. هو عموما انا حاسحب كلمه الكل وبديلها البعض تفاعل، لكن الخبراء والناس اللي عندهم علاقه بالامور كانوا فاهمين انه رفع العقوبات لا يعني تحت اي حال من الاحوال انفراج الازمه الاقتصاديه. انفراج الازمه الاقتصاديه بيتمثل في نقاط معروفه، اصلاحات حقيقيه في هيكل الدوله تقوم بها الدوله، في هيكل مترهل جدا، في جيش جرار من الدستوريين، في جيش جرار من الناس الشغالين على إدارة الدولة السودانية، في تضخم حاصل، في أزمة في الإنتاج كبيرة، في ضرائب باهظة بتتفرض على الإنتاج، لذلك الإنتاج وصل مرحلة أصبحت الآن المصانع ما قادرة تنتج. فما أي دولة بتبني اقتصادها على الضرائب فدي حتما النتيجة دي كانت متوقعة ما دام الميزانية بتاعت 2018 مبنية حوالي 74% على الضرائب، 74%. فأكثر دولة فقيرة في العالم ما بتبني ميزانيتها على 74% على الضرائب، وده كان دليل طبيعي، وكله انت ما رفعت الضريبة وزيدتها ده حيكون عبء على الانتاج، بالتالي الانتاج بتاعك ما حينافس دوليا، ارتفاع الدولار الجمركي حيعمل إعاقة لعملية الاستيراد لمدخلات الانتاج، فانت بتكبر في الأزمة. يعني انت زي الزول اللي عنده ملاري وبيتعاطى بنادول فبتسكت راسك لكن الملاريا قاعدة موجود. يعني الناس ما حلت الأزمة، الأزمة محتاجة لشجاعة، محتاجة لمواجهة شجاعة، وما محتاجة لأنه الناس اللي في الحكومة هون يحلوها ولا هم الوحيدين، لأنه السودان ده بتاعهم، السودان ده بتاع ناس كتار جدا ممكن يساهموا، في خبراء كتير سودانيين ومميزين، ويا ريت أنه الحكومة لو شالت القصدير الصم الخطته في اضنينة ده وفتحت اضنينة وسمعت الآخرين بيقولوا في شنو، خاصة الناس اللي بينتقدوها يعني
فكانت ممكن تصل لحلول حقيقية حول القضية دي. نعم. إذن القضية دي ممكن تستمر. والدولار ده أنا قبل كده في هذا المكان اتكلمت أيام رفع العقوبات، كنت مستضاف في هذا الاستوديو وقلت إنه الدولار حيحصل 40 جنيه، فالمذيع كان بيضحك قال لي ده كلام غريب. فالآن أنا حتى كلامي نحن كمتشائمين كنا من الواقع الآن تخطى، ونحن ذاتنا ما كنا نتوقع أنه يحصل المرحلة دي من السوق. لكن الناس الانتباه مهمة، انتباه مهمة، ويا ريت الناس تنتبه لأنه الوضع ده حيستمر كده وحيمشي لأسوأ كمان. الآن على كل حال إحنا على واقع أنه الآن الاقتصاد السوداني يتهوى يا أستاذ جعفر، ولكن من المسؤول؟ أيوة ده سؤال مهم. أولا في جهات كثيرة مسؤولة. نحن واحدة من إشكالاتنا دائما بنفترض نظرية التآمر، ودي واحدة من إشكالات. يعني أنت سهل جدا ترمي لومك على الآخر إنه العالم قاصدنا والغرب قاصدنا وأمريكا قاصدانا ومش عارف مين. نحن المسؤول المباشر هو الجهة المسؤولة الآن والدستورية والسيادية، الدولة من رئاسة الجمهورية لحد أعضاء المجلس الوطني لحد الوزراء اللي بيسموهم حكومة الوحدة الوطنية دي، كل الكتلة دي هي مسؤولة على المصيبة دي. اثنين، إذا هي ما سمعت للآخرين، وأنا بقول الكلام ده، إذا ما سمعت للآخرين حتضطر إنها بلد توصف بإنها بلد فاشلة. وإذا وصلنا مرحلة الفشل بدل ما نسمع صوت الأحزاب السياسية حنسمع صوت الجياع، وصوت الجياع خطر. لذلك أنا أنصح بأن الناس يسمعوا أصوات الأحزاب السياسية المعارضة بدل من أن يستمعوا إلى صوت الجياع، لأنه خروج الجياع في مسيرات تختلف من خروج الأحزاب السياسية، لأنهم لا يبقوا ولا يذروا. نعم. ايوه دي حاجه الناس. طيب انت وصفت الحكومه بانها فاشله، ما بتعتقد انكم انتم برضو جزء من هذا الفشل؟ انتم يعني جزء من حكومه الوفاق الوطني وجزء من الحكومه، واكيد بتشاركوا هذه الحكومه في هذا الفشل اللي انت بتصفه الحكومه حاليا. اصحح معلومه في المكان ده بالذات. الحزب الاتحاد الديمقراطي الاصل والاحزاب الاتحاديه الديمقراطيه الحقيقيه لم تشارك في الحكومه. الحكومه شارك فيها شخص بوليداته، بمعنى السيد وولاده غرروا يدخلوا الحكومة. أما الحزب الاتحادي ما شارك في الحكومة، بدليل إنه الكتلة بتاعت الاتحادي هو رئيس الحزب كان رئيس الحزب. يبدو إنه في برضو بعض المعلومات محتاجة لتصحيح. الحزب الاتحادي الديمقراطي تمت فيه ثورة حقيقية، تم فيه تغيير حقيقي. الآن السيد تم عزله من رئاسة الحزب أو تم إسقاط عضويته باعتبار أنه مشارك في النظام لأنه ضد الدستور، وأظنه ده منحة تاني. لكن العزة أكد عليه أنه إحنا ما شركاء الاتحاديين، والشارع العام الاتحادي ما شركاء في هذه المسألة قطعا، ولا كانوا شركاء فيما يسمى بالحوار الوطني قطعا. في ناس سرقوا صوت الاتحاديين شاركوا صح. الآن في مجموعتين بيشاركوا في الحكومة باسم الاتحادين، وهم الاثنين لا يمثلون الاتحادين لا من قريب ولا من بعيد. الاتحادين هم موظفي الشارع، هم الأفندية، وهم الناس الموجودين في مشروع الجزيرة، موجودين في حلفة وفي نيالة وكذا. هؤلاء الناس هم الحزب الحقيقي وده اللي بيمثلوا الحزب. لذلك نحن بنفتكر أنه الآن أنا ما بتكلم عن في الحكومة باعتبار أنه في الحكومة مع الحكومة ويتحملوا تبعات أخطائهم ويتحملوا النتائج كلها مع بعض. وعلى فكرة إذا جاءت محاسبة ما هيتحاسبوا براون، تحاسب الكتلة الحكومة جهاز التنفيذي كله وكل من شاركوا. لذلك نحن لا نفصل على الإطلاق ما بين الناس القاعدين في الحكومة من أحزاب شكلها ألف ولا باء ولا جيم ولا دال. الآن القضية أكبر من كده. الآن في عدد كبير جدا، ما في دولة في الدنيا يكون الدستورين فيها يتجاوز 5000، ما ينفع. فنحن حنكفيهم من وين؟ فهم شركاء. لذلك أنا أفتكر هنا اقتسام، بس كانت المصلحة الخاصة هي دعت الناس يدخلوا، وكل زول يئس وقال أنا خلاص أرتب أوضاع الخاصة. أما الاتحادين موجودين، والآن في اصطفاف كبير للاتحادين على فكرة، وماشيين في اتجاه الشارع السوداني ورغباته كمعارضين حقيقيين. خلف من هذا الاصطفاف؟ خلف من؟ ده مهم جدا. كل غادة الأحزاب الاتحادية الآن في 8 أحزاب اتحادية اتحدت وشكلت حاجة اسمها التجمع الاتحادي، مظلة كبيرة جدا ضمت كل الاتحادين الحقيقيين اللي بيمثلوا الحزب الاتحادي. والآن هم ماشيين، وفي يوم من الأيام حيعود الحزب ده مارد زي ما كانوا قريب إن شاء الله. أيوة. فنحن نطلب من إنه نحن نحاول نفصل بين حاجتين. في ناس قالوا نحن الحزب الاتحادي وشاركوا الحكومة، والحكومة طبلت وقالت ديل بيمثلوا. حتى الأستاذ وزير التجارة الأستاذ حاتم السر الممثل للحزب داخل الحكومة كذلك. هم للأسف أنا حأحكي قصة غريبة جدا. في مجموعتين متناقضات، مجموعة اسمها مجموعة السيد الحسن ومجموعة اسمها مجموعة حاتم السر، والاثنين هم ضد بعض أولا، كل واحد ما عنده علاقة بالثاني، والاثنين كل واحد عايز يصفر بما تبقى من الكيكة السودانية الفضلة دي.
فالاثنين مشاركين في السلطة بمجموعتين مختلفات، حتى هم الآن ما حزب واحد. نعم. لذلك الكتلتين دول هم الآن خارج الحزب وسقطت عضويتهم بوفق الدستور. لا مجموعة حاتم ولا مجموعة السيد الحسن الآن لا تمثل الحزب الاتحاد الديمقراطي، لا من قريب ولا من بعيد. إذا كان الدستور هو، إذا كان الحزب هو دستور وقانون وعضوية، الآن النازل عضويتهم سقطت. دول أنت ما بتفصلون، ما مجرد ما شارك الأنظمة الشمولية والديكتاتورية وخرج على الإجماع الحزبي ده بيبقى عضويته سقطت. نحن نفتكر دول عضويتهم سقطت الآن، وخليهم في حكومتهم دي ويدافعوا عنا. وللأسف الشديد حاتم السير الآن لا يستطيع أن يفعل شيء، ما هو وزير تجارة قال أنا حامش وحامل، ما حقدر يعمل حاجة على الإطلاق. لأن هي المجموعات دي كلها مجموعات تبحث عن ذاتها وشوية سكرتارية. يعني أنا في اعتقادي أنهم سكرتارية الوزراء اللي يسموه وزراء الحوار الوطني ده سكرتارية. في النهاية القصة دي مربوطة في الرئاسة وعضويتها، هم اللي بتحلوا بتربط في السودان. الوزراء سكرتارية، والنظام الرئاسي في العالم كده. يعني النظام الرئاسي في العالم كله الوزراء دائما هم ما عندهم النفاذ الكامل في اتخاذ القرار الكامل. نعم. دائما اتخاذ القرار بيرجع للرئاسة، لكن طبعا في السودان بشكل فظيع يعني. نعم. لذلك طيب. ما عنده حل. طيب استاذ جعفر، خلينا انا يعني استعرض معاك حال الحزب الاتحادي الاصل. يعني دائما بيكون في، انتم عندكم رؤى متباينه خصوصا حول نقطه واحده هي المشاركه في الحكومه، او يعني حكومه الوفاق الوطني اللي هي موجوده حاليا. الى الان لم يتم الفصل سواء كان سلبا او ايجابا، المشاركه ام عدم المشاركه؟ الفصل من وين؟ ده سؤال. نعم. الفصل من وين؟ أنا ده أرجع لك سؤال عشان أقدر أفهم السؤال بشكل صحيح. نعم. إذا كان الفصل من جماهير الحزب وعضويته، الحزب الاتحاد عقد مؤتمر استثنائي. نعم. وقال أي زول شارك النظام لا يمثلنا، وانتخب قيادة جديدة فيها هي رئاسية. بالقواعد هي اللي قالت هذا. أيوة. الحديث. كل السودان. نعم. تم تمثيل مؤتمر استثنائي شهير في ضاحية أم دوم. نعم. وتم فيه عزل هؤلاء الناس، أو مش عزلهم كمان، إسقاط عضويتهم، بس التأكيد والتأمين على إسقاط العضوية. إن هما ما تفصلوا حتى كمان يعني. نعم. الآن في هيئة رئاسية في الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل تتمثل في الأستاذ علي محمود حسنين المناضل الكبير المعروف، مولانا السيد تاج السر المرغني، الشيخ حسن أبو سبيل. نعم. دول هم الآن رئاسة الحزب. الآن الحزب بيمر بمرحلة انتقالية، في رئاسة من ثلاثة شخصيات تدير الحزب، وبل بالعكس نحن والاتحادين الآخرين اللي كانوا أصلا معترضين على الأوضاع المهترئة دي من زمن، الآن ماشيين في اتجاه بناء تكتل ضخم لعودة الحزب الاتحادي مرة أخرى، حزب معارض معافى يدافع عن حقوق السودانيين ويؤمن بالتغيير في السودان، التغيير الحقيقي. يعني حزاته لما نقول كلمة تغيير هي كلمة أشمل. يعني إلى الآن أنتوا رافضين هذه المشاركة في الحكومة؟ مش رافضينها، بس نعم. نحن ما عندنا أي صلة بالناس الشاركوا ديل. نعم. لا من بعيد ولا من قريب، ونحن الآن في صفوف المعارضة ونعمل مع المعارضة، ولنا عدد كبير جدا الآن من الشباب المعتقلين في الحزب على رئاسة الرئيس الهيئة التنظيمية الآن. نعم. دكتور عبد الرحمن، وشباب عدد كبير جدا. فدي مسألة نحن شغالين فيها، ودي ضريبة نحن ندفعها، وما في زول يعني ما بنمتن بها على الشعب السوداني، لكن نؤكد إننا نحن بنحاول نسمع الحكومة الصوت المدني. الصوت المدني ده مهم، الحكومة لازم تسمع صوت المدني. إنه الشعب السوداني قنع من المعارضة؟ نحن دائما بنقول المتاح شنو؟ ما هو الناس تفهم الآتي، التغيير بيتم كيف؟ أنت عندك عدد من السيناريوهات بتاعت التغيير. الحكومة لوحدها تقنع وتقول أنا والله داير أغير الموضوع ده سيناريو. المعارضة تشتغل على التغيير وتغير، ده سيناريو. المجموعات غير المنظمة تشتغل على التغيير وتغير، ده سيناريو. أفضل السيناريوهات على الإطلاق إنها الحكومة القاعدة دي تقدم استقالاتها بكرة وتعترف بوضوح، والكلام ده ما فيه حاجة وما عيب، تقول إنها هي والله فشلت في الوصول لحلول، وده ما بينقص من قدر أحد أو يضيف لأحد، ده سيناريو. السيناريو الثاني بتاع المعارضة، المعارضة أفضل ومنظمة وممكن تقدر تعمل عمل، ممكن تسيطر على عضويتها. نحن نخشى في التغيير، دائما الناس بيخوفون من النموذج السوري، من النموذج الليبي، لكن السودان ده دولة ما زي سوريا وليبيا. ليبيا وسوريا في حياتها لم تعيش وضع ديمقراطي. ليبيا وسوريا من المستعمر للأنظمة الدكتاتورية. السودان ده بدأ بالسيد الرئيس إسماعيل الأزهري. نعم. رئيس ديمقراطي. السودان جرب تجارب ديمقراطية محترمة، لذلك الشعب السوداني تركيبته الثقافية، الشعب السوداني تركيبته تركيبة متسامحة لحد كبير. لذلك التجارب السورية والتجارب اللي نحن بنخاف منها دي ما موجود. نعم. فلذلك نحن نصير على انه يجب انه المعارضه واحد، هي الان مصطفى اصطفاف كبير، وعلى فكره دي انا حي المعارضه السودانيه كلها على النطاق العريض دون تمييز، لانهم ناس مسؤولين
كان ممكن يدخلوا في مواجهات مع الحكومه وتودي البلد في 60 داهيه. انا احترم كل زول رفض هذه المواجهات وقرر انه يمشي في الاتجاه تجاه التغيير الناعم نحن نسميه السلمي. التغييرات اللي بتتحدث عنها يا استاذ جعفر ممكن تسبب فوضى عارمه في البلد. دي التغيير اذا لم يتم الاستماع لصوت المعارضه وتم تقبيله. فالناس الفيزياء بيقولوا الهواء يملا اي فراغ. ما عندها اتحاد. المعارضه في نفسها يا استاذ جعفر ما عندها اتحاد. هي المعارضه في نفسها ما اتحدت عشان طيب. هي تقدر تغير حاجه. ده كلام مهم بالمناسبه. وده كلام مهم ودي نقطه اساسيه وجوهريه في التغيير نفسه. نحن لما نقول التغيير ما قاعد نعني التغيير بس للنظام، نعني التغيير لمفاهيم كثيره. جزء من المفاهيم دي الان المعارضه بدات تتشكل في جسم واحد بالمناسبه. الفترة اللي فاتت الاسبوعين اللي فاتوا والفترة اللي فاتت دي بدات تتشكل المعارضه وتتكتل في كتله واحده. الحد الادنى لهذه الكتله هو تغيير التغيير. الخطوات اللي بعدها يجب بعد الناس يشوفوا ويحاولوا ينتجوا كتاب وينتجوا تصور للتغيير في السودان يتم كيف، وبعد التغيير كيف الناس تدير الدوله السودانيه. انا النوع الثالث اللي انا خايف منه اذا تم تقبيل المعارضه والحكومه ركبت راسها زي ما بقولوا وصدت اضنينا التغيير حيجي من غير المنظمين، وده هنا انت ما بتضمن عواقبه لانه هنا ما عندهم مفتاح. ده ممكن يعمل اي حاجه وده التغيير الخطر، انه اذا لم نستمع الى احزاب المعارضه سنستمع الى احزاب الجياع، واذا استمعنا الى اذا علّ الجياع صوت هنا يبقى لا بعد تبقى المشكله مشكله كبيره جدا في الدوله السودانيه. ممكن تحصل الفوضى اللي نتكلم عنها دي، ممكن تحصل، ممكن يحصل كل شيء. لكن افتكر انه الاحزاب السودانيه احزاب محترمه، المعارضه السودانيه معارضه رشيده، لكنها لا تتفق على صوت او على قلب واحد. ما زالت كل حزب جواه منشق الى اثنين، ناس مع الحكومه وناس لا، احنا وهو حزب واحد. يعني حتى الحزب الاتحاد الديمقراطي الاصل انت بحديثك الان هو مقسم. صحيح، ما هو في حته. نحن الان التمييز عندنا ما بيتم كده، بيتم حاجتين. عندنا خندقين الان، في خندق يمثل الحكومه وبسياساتها دي، وهنا ما بنفرز فيه زول، كل الناس اللي قاعدين مع الحكومه دي اللي يمثلوا الحكومه. في خندق يمثل الصوت المعارض، ده الصوت السوداني، وده اللي انا بتكلم عنه. دول برضه سودانيين، لكن انا بتكلم عن الصوت العام السوداني البسيط بتاع الناس الجعانين اللي عايشين في اطراف البلد، في الفاشر وفي الشماليه وفي زالنجو وفي بورسودان والناس زي وفي اطراف المدينه هنا عايشين على هامش المدينه. نحن دلوقتي بنتكلم عن حاجتين. ما في يا اخوان، الاحزاب السياسيه ما علاقه عرق ولا لحم ولا دم. الحزب السياسي حاجتين، دستور وموقف سياسي. اي زول طلع على الدستور او الموقف السياسي بيبقى خلاص هو ما في الحزب او الحزب ما فيه، واحده من الاثنين ديل. طيب الان في ناس جوا الحكومه، نحن ده نعدهم كلهم الغايه مالي. سواء كانت احزاب يسموا نفسها، يعني ما في زول قاعد في الحكومه هو معارض، ما في كلام زي ده. ما في دي ازدواجيه برضه الناس ينتبهوا لها. زول في الحكومه مع الحكومه للاخر، وش شيلته معاه؟ اذا في خير يقسم معاه، اذا في شر يتحمل الوزر معاها كاملا. الصف الثاني هو صف المعارضه السودانيه. اذا ما في حاجه اسمها انا هنا وهنا. طيب من حق يزول يسمي نفسه الاسم الدائر، ما هو الاسماء في السودان ما فيها مشكله. لكن افتكر انه اللافته بتاعت الحزب الاتحادي، اذا انا خصصت الموضوع ده حزب مدني يؤمن بالديمقراطيه. لذلك دخولنا في الانظمه الزي دي عبر طريق غير طريق الاقتراع والصناديق، ده نحن ما بنقبله على الاطلاق. لذلك نحن افتكر يزول شارك الحكومه، شي شلته مع الحكومه. وانا افتكر انه هم الناس اللي الزمن تجاوزهم خالص، لانه ما عندهم صوت الان ولا يستطيعوا يخاطبوا الناس. واكد لك كل شارك في الحكومه الان ما في واحد يقدر يقدم ندوه فيها اربع كلمات لجماهير الشعب السوداني. ليه؟ لانه الان الشعب السوداني مصطفى اصطفاف واحد. امشي افتح اليوتيوب، افتح الواتساب، افتح الحاجات دي، شوف بسطاء الشعب السوداني بيقولوا في شنو. اذا الان في وعي كبير جدا تشكل، لكن للاسف نحن ال 29 سنه بننادي بانه نحن كنا خايفين اللحظه دي. الاستاذ حاتم طيب. السر في العام 2010 كان مرشح للرئاسه وكلكم كنتم موافقين عليه. يس، لانه احنا ما بنوافق على الشخص، نحن نوافق على الموقف. حاتم في 2010 كان ينادي بتغيير النظام. حاتم في 2010 كان يمثل صوتنا، لاننا كنا موافقين عليه في الحزب الاتحاد الديمقراطي الاصل. لانه ما كان هو شخصه، كان برنامجه وبرنامجنا. عشان اكد لك انه الموضوع ما صار تغير. تغير تماما، وبدا يدافع عن النظام ويدافع عن الميزانيه الموجوده. حتى نظرتكم انتم لحاتم نفسها تغيرت. نعم، ما هو احنا الموقف، انا اي زول، نحن اي زول ما مشى معنا في التراك اللي احنا ماشيين فيه ويبقى الموضوع ما علاقات اجتماعيه. نعم، لكن على المستوى الاجتماعي نتواصل، ما في مشكله. ما في زعل على المستوى الاجتماعي، لكن الموقف الوطني لا يتحمل. يعني ما في مجامله. على ذكر هذه المواقف الوطنيه والاجنده الوطنيه، السيد الحسن المرغني نفى في اخر حديث له نوايا الحزب
الانسحاب من الحكومة، وذكر أنه المبررات اللي دفعت الحزب للمشاركة في الحكومة هي أجندة وطنية ما زالت موجودة إلى الآن. طبيعي، أنا أتوقع منه، أنا يعني أنا المفروض السؤال ده يتقدم لهم هم، لكن برضو حجاوب عليهم من منظور زول متابع. هو طبيعي يخاف على موقعه القاعد فيه، طبيعي أنه يحس أنه ألا يمثل الحزب؟ حصل، لا لا يمثل الحزب الاتحادي على الإطلاق، يمثل نفسه ويمثل من معاه من مجموعة ضئيلة. وأنا قلت تحديت هنا في الاستوديو ده، قلت خلوني يعملوا ندوة يجيبوا الاتحادين يكلموهم. هو ما هو موقفه الآن شنو يا أستاذ جعفر؟ ما هو موقف السيد حسن البرغني الآن الحالي؟ هذا الكلام قلت يرد للحسن المرغني، ولكن الحسن مع الحكومة ويتحمل وزارات الحكومة وارتفاع الدولار ده هو جزء منه، هو ما قاعد في الحكومة، أنت قاعد في القصر وتتلقى مرتبك من القصر وبتقول أنا ما عندي شغل وما مديني شغل ومسكني قاعة الصداقة بس. طبعا ذات الفضيحة السياسية كيف يكون مساعد رئيس الجمهورية يقول أنا مسؤول من قاعة الصداقة؟ يعني الدولة بتخصص مساعد رئيس اللي هو بدرجة عالية جدا اللي هو قاعد في الهيئة الرئاسية بتاعت الدولة السودانية وبيقول إنه مسؤوليته قاعة الصداقة. يعني إحنا عندنا مساعد لكل حاجة، عندنا مساعد لقاعة الصداقة وعندنا مساعد لفندق وين وعند يعني كده. دلوقتي ده يكشف مدى إنه في ترهل في الدولة السودانية لدرجة إنه هو ما لاقي له وظيفة يشتغلها، فدي أزمة. طيب أنت بتصرف دلوقتي مرتبك وعرباتك وبنزينك مش هالحسن كلهم، أنت بتاخدها من وين؟ ما من دافع الضرائب اللي هو أنا. فلذلك أنت جزء من الأزمة الموجودة، ولن أفرق بين أي واحد في الهيئة الرئاسية والسيد الحسن، كلهم كتلة واحدة مع بعض ونتعامل معهم ككتلة. يعني ما بنفرق نقول ده لأنه كان زمان معانا اتحادي هو الآن موقف مختلف ولا كذا. لكن أنا أفتكر إنه برضو الأسئلة دي هو يعني أنا كمتابع ليه هو طلع تصريحته، أنا كمتابع سياسي لأنه حس بالهزة. الآن الاتحاديين يصطفون ويلتفون التفاف كبير لم يحدث في طيلة السنين الفاتة، الآن في توحد كبير، ومهم جدا نسلط الضوء على وحدة الاتحاديين المعارضين للنظام بشكل كبير. والآن في كتلة كبيرة جدا تشكلت وبدأت الكتلة دي تشتغل على الشارع السوداني، وأنا أفتكر عودة حزب الوسط بيعني الكثير للمجتمع السوداني. نعم. طيب في 8 فصائل اتحادية يعني هي بتعلن يعني التفافة حول الجماهير، وممكن هي حاليا بتناهض السياسات الحكومية الاقتصادية اللي يعني ممكن تكون صدرت مؤخرا. شنو تفسيرك لهذه يعني ممكن لهذه الوجهة أو حتى لهذه التفسيرات والالتفاف يعني حول الشعب؟ هل ممكن ده يكون اصطياد في المياه العكرة، ولا أنتوا أساسا يعني كنتوا ماشيين في هذا الاتجاه؟ قطعا هي ما في مياه عكرة، السياسة ما فيها مياه عكرة، السياسة فيها معطيات. انت شغال سياسة ليه؟ يعني احنا ما بنشتغل سياسة بالنوايا، السياسة دي معطيات. المعطيات الموجودة شنو؟ في حكومة فشلت في انها تدير اقتصاد البلد باعترافها هي، ان احنا كلامنا الناس يخلوه اعتراف الحكومة نفسها انها فشلت في انها تدير اقتصاد البلد. والدليل انه التضخم الان في كلام يتقال انه هو 127%، والحكومة بتقول إنه كم 40. المهم زي ما كان، المعروف في مؤشرات الاقتصاد إنه التضخم لما يحصل 7% خلاص البلد في أزمة. فده لحد الوقت في 127، والدولار زي ما يذكرنا بنقطة قال له الدولار سعره كم؟ قال لي قبل سؤالك ده ولا بعد سؤالك ده. فده مؤشر خطير. طيب الآن إحنا شغالين لنا زمن طويل جدا كأحزاب معارضة، والقصة دي شغالة لها سنين طويلة، بس الناس شغالة على نار هادئة عشان تعيد ترتيب صفوف حزب الحركة الوطنية لأنه انتاشته أشياء كثيرة. وبالمناسبة الحزب الاتحادي هو شأنه شأن الدولة السودانية، يعني ما تفتكر أنه الحزب ده ممكن يكون معافى والسودان مهتري؟ ما هو الحزب يتكون من مجموعة الناس الموجودين داخل الدولة السودانية. ما دام كل بيت سوداني الآن فيه مشكلة، طبيعي أنه الحزب الاتحادي يكون فيه مشكلة. يعني هو غير معافى حاليا الحزب الاتحادي، بس بدأ التعافي. خليني أسأل أنه بما أنه أصلا بدأ التعافي، مفترض أنه يكون في حاجة أساسية يتفق عليها كل الاتحادين لعودة الحزب الاتحادي موحدا. نعم، اللي هي هم يتفقوا على ذات رئيسية. أول حاجة الحزب ده بدأ يعود لمنصة انطلاقه الأولى اللي هي منصة التأسيس بتاعة الأباء الأوائل سيد الرئيس إسماعيل الأزهري ورفاقه، بدأ يعود للمنصة دي. بدأ يتكلم عن قضايا الدولة السودانية بشكل واضح. أول جند اتفق عليه الاتحادين هي معارضة النظام الموجود صراحة بشكل واضح، والعمل على تغييره، والعمل على تغييره ده حق دستوري، والعمل على تغيير النظام الموجود ده. اثنين، وحدة الاتحادين حول الهدف. الهدف هو شنو؟ هو عودة الحرية والديمقراطية للدولة السودانية، وده نحن بفتكر انه ده خط أساسي. ونحن بفتكر انه الأزمة الاقتصادية في النهاية برضه عندها ارتباطات أخرى، عندها ارتباطات أمنية، عندها ارتباطات مجتمعية. يعني القصة دي ما دولار يزيده بس، بتترتب عليه تفاصيل كثيرة جدا. نحن كاتحادين الآن اتجهنا كما الأولون
اللي هم القادة الأوائل هم عملوا الشغل ده وأسسوا الحزب الاتحادي وانتشلوا به الدولة السودانية من يد المستعمر. فنحن بنفتكر إنه نحن والأحزاب المعارضة، وهنا لما نتكلم عن المعارضة نتكلم عن المعارضة العريضة المحترمة المؤدبة على مستوى الشارع السوداني، والتحية لكل أبطال المعارضة السودانية اللي بيتم الإساءة لهم بشكل يومي وهم متحملين، لكنهم يتعاملوا كالأمة التي طلب القاضي أن يقطع الابن بينها وبين الأخرى فرفضت. أصروا على إن نحن ما سعيدين بتفتيت السودان على الإطلاق، وما بنقول يا فيها يا نطفيها، لا نحن فيها وبشكل أفضل، لكن نطالب الحكومة وصوتنا يا ريت تسمع، يا ريت الحكومة تعقل وتقدم استغالتها كاملة كلها. طيب لو كده لو الحكومة الاتحادي أنا خليني أقول يا معزة إنه عشان أصلاً تحصل الحاجات دي الناس لازم تتفق كلها. صحيح. يعني عشان انتوا تتواجهوا الحكومه او تقولوا ان الحكومه فشلت وتتحدثوا عن الحكومه، انتوا اتحدوا في الاول، انتوا ابقوا قلب واحد كلكم كمعارضه بمختلف احزابه عشان تقدروا تتكلموا بعد ذاك عن الحكومه، ما زلتم غير متحدين. يا سلام، ده سؤال كويس. احنا الان بنتكلم عن المعارضه السودانيه بشكل العريض. خلال الاسبوعين الفاتوا كل المظاهرات السلميه، اكد السلميه، تمت تم التنسيق لها من كل قوى المعارضه. اذا الان في خط ادنى، في حد ادنى للاتفاق بدا، انه الان كلنا رافضين الموجود. الناس كانوا بيختلفوا في ادوات التغيير، كانوا متفقين على التغيير لكن في اختلاف في ادوات التغيير. الان برضو بدات تتشكل ادوات التغيير لدى السودانيين. السودانيين دول اخواننا ناس محترمين، يعني في النهايه عندهم خطوط نحن ما بنتجاوزها. الخطوط دي هي شنو؟ انه نحن الشعب السوداني ده على الاطلاق ما بنسعى لانه يهلك، لكن برضو ما حنصمت نخليه يهلك. نعم. طيب استاذ جعفر، في حال انك انت حاليا بتطالب الحكومه ان هي تتقدم باستغاله جماعيه، الحيحيل مكان الحكومه هل هو جاهز وموجود؟ لم تعقل حواس السودانيه على الاطلاق. انا حتى انه ما يكون في فراغ في الرئيس. نعم، ده كلام سليم. لم تعقل حواس السودانيه. في فتره الانجليز لما كانوا موجودين في اخر ايامهم كان بيقولوا البديل منه. طيب عبود قال البديل منه، النميري حكم السودان 16 سنة آخر سنينه كان بيقول أنا كعب لكن البديل منه. في كل مرة كان بيطلع البديل. حوى السودانية لم تعقل، التكنوقراط موجودين في الدولة السودانية، لا زال الآن السودان به محامين محترمين على مستوى السودان، لا زال السودان أساتذة الجامعات ناس محترمين وناس متخصصين على فكرة، ناس متخصصين. يعني بدل ما أجيب لي رجل ما خدته في مكانه أنا بجيب المتخصص وبخدته في مكانه. الأزمة الاقتصادية السودانية كان يشرفني أن يكون عليه عميد الاقتصاد في جامعة الخرطوم أو في النيلين أو في أي واحدة من الجامعات السودانية، ده يحل لأنه أكاديمي. لكن أنت السياسيين كثير جدا ما بيقدروا يشتغلوا الشغل المدني. لذلك الدولة السودانية حواء فيها والدة، وأنا أفتكر أنه فيها ناس كتار جدا قيادات حقيقية وممكن تدير الدولة السودانية. فيهم نحن الناس نعرفهم وفيهم ناس حتنتجون الأيام. نعم. بكل تأكيد أستاذ جعفر كنا سعيدين بالحديث معك. نعم. واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية أستاذ جعفر. نعم. بكل تأكيد. يعني حنشكرك، يعني احنا كنا عايزين لسه الحديث جميل ويطول، ودايما لما تحس انك انت بتتكلم في 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 الشأن السوداني وفي ما يهم المواطن السوداني بتحب انك انت تفريد له اكبر المساحات، لكن دايما الزمن هو اللي بيجي قدام. شكرا كثير لك الاستاذ جعفر حسن عثمان، امين الاعلام والناطق الرسمي باسم الحزب الاتحاد العاصم. شكرا كثير. شكرا جزيلا. ومدرمان قناه الجمال والحريه، ونامل انه ان شاء الله القناه دي تكون هي واحده من نواه التغيير في المفاهيم المجتمعية السودانية، من أهمها هي قضية الحرية والديمقراطية في السودان. بكل تأكيد هي حرية وجمال. إذن الحرية من أهم قضايانا وأهم ما يميزنا في أم درمان هذا المساء. ومباشرة إلى هذا الفاصل ونعود بعد ذلك.